السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد على القناه ديالي دائما الهام شانيل. جيسبر ان شاء الله تكونوا كاملين وكاملات بالف خير وبالف صحه وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. الفيديو ديال اليوم كيف ما قريتوا من العنوان غادي يكون للعرائس او الفتيات المقبلين على الزواج. ان شاء الله الفيديو نال الاعجاب ديالكم، ما تنساوش اللايك وتشتركوا في القناه لكي يصلكم كل جديد. ويلا نبداو مع الوصفه. دونك مكونات الوصفه هما كالتالي: غتحتاجوا زبده الكاريتي، هاد الزبده هادي خديتها من عند غاسين فيتا، فيها 150 غرام و 100% ناتوريل. غادي تلقاوها في لي فارماسي وفي لي بارافارماسي، الثمن ديالها 81 درهم. انا غادي نزوم لكم عليها، يعني فريمون زبده بحال ديك الزبده اللي كناكلوها ورائعه للشعر، وفيها فيتامين ا و او و دي و اف كما كتشاهدوا، فيها ا و دي و او و اف و 100% ناتوريل، او فريمون كتحمي وكتغذي ورائعه للبشره للوجه والشفتين ايضا. الثمن ديالها كيف ما قلت لكم 81 درهم، مي فريمون المزايا ديالها كيهبلوا للشعر والوجه والشفتين. وثاني حاجه غتحتاجوها هي زيت الزيتون. علاش غنستعملوا زيت الزيتون؟ لان زبده الكاريتي كيخصها يعني تذوبيها واحد شويه، فانا هنا غادي ننصح انكم تستعملوا معها زيت الزيتون. زيت الزيتون معروف بالفوائد ديالو للشعر والتنعيم وتلطيف وترطيب الشعر، خصوصا الشعر الخشن. فغتاخذوا واحد جوج معالق ديال زبده الكاريتي وجوج معالق ديال زيت الزيتون وتخلطهم مع بعضياتهم حتى تذوب ديك الزبده في داك الزيت ديال العود او زيت الزيتون، وتستعملوها للشعر ديالكم لمده ساعتين متواصله او بالكامل. ومن بعد تغسلوا الوجه ديالكم بشامبوان بالديميلور اللي كديروا دائما، وتستعملوا زيوت طبيعيه ملي تخرجوا من ورا الدوش، هكذا الشعر ديالكم يشرب دوك الزيوت وان شاء الله راه كتبان النتيجه في ظرف اسبوعين فقط من الاستعمال الا كنتو كتستعملوا هاد الوصفه هذه مرتين في كل اسبوع. نتمنى يا رب ملي تجربوا الوصفه تخليوا لي تعليقكم، وخصوصا يعني ملي تجربوا زبده الكاريتي بالنسبه للبنات اللي ما عمرهم ما جربوها. ما تنساوش البيك لايك، تشتركوا في القناه لكي يصلكم كل جديد، وكنشكركم على تعليقاتكم الغزاله والزوينه، وان شاء الله نشوفكم في لا بروشين فيديو. غو بيزو، سلام عليكم.